أحسن الله إليكم أم ياسين، استعرضنا بعض من أسئلتها في الحلقة الماضية. من القصيم من المملكة العربية السعودية تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها قليلا في دعاء القنوت وهي منفردة؟ وهل يجوز لها الدعاء بما شاءت من حوائج الدنيا بعد الفراغ من دعاء القنوت في الوتر؟ يجوز للمرأة أن ترفع صوتها في قراءة القرآن في الصلاة وبالدعاء إذا لم يكن عندها أو يسمعها من يفتتن بصوتها، فترفع صوتها بقراءة القرآن في صلاة الليل صلاة الجهرية. وأما الدعاء فلا حاجة إلى رفع الصوت له، تدعو سرا بينها وبين نفسها، هذا هو المشروع. الدعاء بالنسبة للرجل والمرأة، كل منهم يدعو في ركوعه وسجوده سرا بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته به. وأما أنها تسأل من أمور الدنيا فلا مانع من ذلك، تسأل الله الرزق الحلال، تسأل الله أن ييسر لها ما يغنيها ويدفع حاجتها، لا بأس أن تسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.